كما اهتمت الدوله بقطاع البترول باعتباره اهم القطاعات الجاذبه للاستثمارات الاجنبيه وقد حرصت الدوله ايضا على تنفيذ المرحله الثانيه من تنميه حقول الغاز بشمال سيناء بهدف توصيل الغاز الطبيعي الى شمال سيناء واستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للوقود السائل وضعت دولة شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة وفي اطار سعي الدولة لتعزيز قطاع البترول باعتباره اهم القطاعات الجاذبه للاستثمارات الاجنبيه، تم تنفيذ المرحله الثانيه من تنميه حقول الغاز بشمال سيناء عام 2019. المشروع يستهدف زياده الطاقه الانتاجيه الى 75 مليون قدم مكعب في اليوم بتكلفه 100 مليون دولار من خلال حفر اربع ابار حيث تم وضع ثلاث منها على الانتاج بمعدل انتاج اولي 60 مليون قدم مكعب في اليوم. كذلك تم استكمال تنمية حقول شمال سيناء المرحلة الثانية بتكلفة تصل إلى 87 مليون دولار بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 45 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ودعماً لبرامج التنمية الطموحة التي تشهدها محافظة شمال سيناء. تسعى الدولة جاهدة للعمل على توصيل الغاز الطبيعي إلى شمال سيناء واستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للوقود السائل. وفي هذا الإطار ارتفع عدد مشتركي خدمة الغاز الطبيعي بالمحافظة بمقدار ألف مشترك و600 خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2022 على الرغم من العمليات العسكرية الشاملة حيث لم يتوقف العمل من خلال التنسيق بين المحافظة والجهات الأمنية. وهكذا تمضي الدوله بخطى متسارعه في تنفيذ استراتيجيتها الوطنيه لتنميه شبه جزيره سيناء من خلال مسارات عده ومتوازيه تحقق العداله التنمويه المتساويه بين سيناء والوادي والدلتا